يبدأ بمدينة سرت الليبية اليوم عمل القمة 13 للاتحاد الإفريقي، ويتوقع أن تحتل الأزمة الصومالية مكانة رئيسية على جدول أعمالها، بالإضافة إلى زيادة الاستثمار بالقطاع الزراعي وتطوير الأمن الغذائي في إفريقيا. يشارك في القمة الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد الذي من المقرر أن يلقي كلمة أمامها، وكان الرئيس السوداني عمر البشير الذي تطالب المحكمة الجنائية الدولية باعتقاله وصل أمس إلى ليبيا للمشاركة في القمة. وقالت وكالة الأنباء السودانية أن القمة ستناقش أيضا تقرير لجنة حكماء إفريقيا حول دارفور.